طيب الحقيقة قبل ما نخش في أخبار فرقتنا النهاردة كان في موضوع عايزين نتكلم فيه، يمكن الموضوع ده تردد يمكن امبارح، هو ملف في مباراة النادي الأهلي والزمالك في كرة السلة اللي طبعا حضراتكم عارفين تم إلغائها. كان كلام كتير جدا جدا الحقيقة اتردد في وسائل السوشيال ميديا على وسائل الاتصال الاجتماعي، وكان في لغط كبير جدا جدا سبب إلغاء مباراة النادي الأهلي، وإن النادي الأهلي هو وراء إلغاء المباراة. إيه علاقة النادي الأهلي بإلغاء المباراة؟ ملهاش علاقة تماما، إحنا بنتكلم على مباراة تم فيها التجاوز وتم فيها خرق القوانين واللوائح. فعايزين نقول بلاش، يعني بلاش نحط يعني تعصب للجماهير، عايزين نتكلم على، مش عايزين نحط حالة من الاحتقان الجماهير، إحنا مش ناقصين، وكلام لا أساس له من الصحة ولا وجود ليه. اللي حصل في مباراة الزمالك والأهلي إن النادي الأهلي يعني اتطبق اللائحة بغض النظر عن هذه المباراة قدام الزمالك، يعني لو هذا الموقف قدام أي نادي تاني وحصل هذا الموقف كمان كان هيبقى في تطبيق للوائح. المباراة اتلغت، اتحاد كرة السلة هو اللي عمل العقوبة، مراقب المباراة الكابتن يحيى زكريا هو اللي شاف إن المباراة من المستحيل إنها تتلعب في هذه الأجواء. يبقى إيه اللي حط اسم النادي الأهلي في الموضوع؟ اولا الاهلي ما قالش، ودي حاجه مهمه جدا، الاهلي ما قالش ده يخش وده يخرج. عمليه مسؤوليه عن وجود هذه الجماهير داخل الملعب تقع عائق او تحت رعايه نادي الزمالك، طبيعي جدا، فالنادي الاهلي ملوش دعوه بهذه القصه. ثانيا هو النادي الاهلي كمان لو تفتكروا، نرجع بالذاكره لورا شويه، هو النادي الاهلي كان متواجد في مباراه الزمالك وسموحه اللي تم فيها عقوبه لنادي الزمالك ب 30,000 جنيه وانذار بنقل مباريات، وهل كان النادي الاهلي موجود؟ كلام يعني خارج نطاق اصلا الرياضي ولم ملوش اي اساس من الصحه. وكمان يتحط اسم مجلس اداره النادي الاهلي، يعني السيد العمري فاروق طبعا عضو مجلس نادي الاهلي، وطبعا يعني سياده الوزير السابق كان متواجد من بدري جدا في صاله النادي الزمالك، وكان طبعا نائب رئيس النادي طبعا اكيد كان متواجد جنب رئيس نادي الزمالك بكل حب وبكل ود، كان في حديث طيب جدا جدا، كان متواجد معاه يمكن قبل المباراه بساعه. طب ليه تحط اسم السيد عمرو فاروق؟ وكمان يتحط اسم شيكابالا، طب هو اشمعنى بس شيكابالا اللي اتحط اسمه؟ كان في نجوم كتيرة من نادي الزمالك، حازم إمام الكبير الصغير، وكان موجود أوباما، طب اشمعنى بس السوشيال ميديا ركزت على شيكابالا؟ يعني أعتقد كان في أهداف ملهاش علاقة بالرياضة يا جماعة. إحنا بنتكلم على لوائح، بنتكلم على قوانين بتطبق على الجميع، نادي الأهلي طبعًا بيدافع عن حقه، وبالتالي اتحاد كرة السلة قال، وكمان حضراتكم افكر حضراتكم ان كان في جواب اتبعت يوم 21 مارس السنه دي ان لكل الانديه ان الناس اللي هتخش ان المباريات كلها بدون جماهير، فطبيعي جدا اللي بيخرج عن النص بتطبق عليه العقوبه، ملهاش دعوه، يعني ملهاش دعوه بقى ده اهلي ده زمالك، احنا بنطبق لوائح، وهو ده النادي الاهلي دايما وراء اللوائح والقوانين، ده شيء مهم جدا. وخلينا نتكلم بكل امانه، يعني انا في اعتقادي ان على كان مجلس اداره نادي الزمالك انه يبحث في الاخطاء اللي حصلت ديت، النادي الاهلي خارج الموضوع خالص. طيب مين المسؤول عن دخول هذه الجماهير؟ مين المسؤول عن تواجد هذه الجماهير؟ وان لما حاولوا بقدر الامكان انه يخرجوا الجماهير، لا الجماهير ما خرجتش. فلازم نبص للامور بواقعيه اكتر، نبعد شويه عن ان هو حقن الجماهير بحقن ملهاش اي داعي وملهاش اي يعني مجال في الرياضه. ولسه كنا بنتكلم من يومين سهام على نبذ التعصب بشكل كبير، فخلينا نتكلم انه النادي الاهلي يخرج تماما من هذه المعادله، لان النادي الاهلي بيطبق القوانين واللوائح.